حكموه، اللي حكموه حكموه. مش هتحكموه، بدي اشوفه، خليني اشوفه لاخر مرة، خليني اشوفه قبل ما يعدموه دخيلك. بدي اشوفه، بدي اشوفه. ما راح يعدموه. شو؟ ما قلت لي انه حكموه؟ مؤبد، يعني رح يقضي حياته كلها بالسجن. وبضل طيب، جابر رح يعيش، رح يعيش جابر. شو الفايدة عيشة أقسى من الموت؟ المهم عمي انه هو رح يعيش، المهم اني انا رح اشوفه، انا رح استناه، رح اقضي عمري كله وانا عم بستنى. عمي بجوز يجي يوم ويطلع فيه، بيطلع مو هيك؟ الله بيعلم. رح يطلع، قلبي حاسسني انه رح يطلع، بدي اشوفه، صار يخلوني اشوفه مو هيك؟ رح تشوفيه، كلنا رح نشوفه. كيفك يا جابر؟ بتضايق يا عمي، بتضايق لأني مظلوم. والله العظيم، والله العظيم ما خلفت لك وصيتك يا عمي، مشان الله سامحني. الله يسامحك ويكون بعونك. لا تزعل جابر وطمن بالك، أنا رح أستناك، رح أستناك كل العمر. بعدين إلا ما يجي يوم وتطلع فيه ورح تلاقيني قدامك. سامحيني يا عفاف، سامحيني، أنا كنت عنيد وما فكرت غير بحالي. كيف عبير؟ ليه ما جبتيها معك؟ عفاف قلبي لطف، بدي أشوفها. ما حبيت تشوفك وانت بهالحالة، جاء عبالي تضل بنظرها النسر اللي طاير بالسما. النسر تحطم جناحاته وبعمره ما بقى يقدر يطير. خلص خلص، المرة الجاية رح اجيبها اكيد. ما بقى في زيارة تانية. عفاف ديري بالك على عبير، قليلة جابر مات، خلي صورتي حلوة بعيونها وانت اللي بقى تيجي لهون. انسيني، نسيني بشوفي حياتك، ما في لزوم تستنيني، الحياة ما بتتحمل انتظار. لا، أنا رح أستناك ورح نضل سوا. اسمعيني للآخر عفاف، أنا حياتي وقفت هون وأنت لساتك صبية والحياة قدامك طويلة، لا ترتبطي فيني. أنا بعرف اللي خبط لي الحياة، طلع من هون ما في إلي، وإذا طلعت مو قبل 20 سنة. عفاف نحن تربينا سوا وعشنا سوا أحلى سنين عمرنا، وكنت معاكي من أسعد الناس. نحن رح نضل سوا عفاف، أنت طالقة، طالع. لا 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 تقول هالعبر، الله يخليك. رح توصلك ورقتك بعد كم يوم، مشان الله سامحيني. عم يدير بالك على عبير، انا تركت امان برقبتك. ها دبحتني يا جابر، دبحتني مرتين، اليوم بتخلص عدتك. بعرف، مشان هيك حابة احكي معك كلمتين. خير عمي، انا جاييني عريس وموافق عليه. اوان بهالسرعة؟ هلا ولا بعدين نفس الشيء ما بتفرق. ومين هو سعيد الحظ؟ انور. انت اكيد مجنونة.
ليش شبه أنوار؟ حي تحت التبن أخبس خلق الله، حرباي لابس جسم إنسان. أنوار ما بأمنه على قطة، بدك أمنه عليكي؟ بس أنوار تغير، ما شفت كيف كان بده ينقذ جابر لما ننصاب وكيف كان بده ينشنق بداله؟ بعدين عمي بكفي إنه هو بيحب عبير يعني، وعبير بتحبه، وغير هيك هو ما تخلى عنك مثل عبد الحميد، وكمان تربى بهالبيت وما ممكن أبدا أبدا يخون. قدي صار لك عم تدوري حتى لقيتي هالحسنات؟ أنا بعرف قدن على 20 مرة من سيئاته. عمي كلامك على عيني وراسي، يلي بدك ياه هو اللي رح يصير، بس أنور أنا مقتنع فيه. بس أنا مالي موافقة عليه. أي مثل ما بدك، رح أضل عايشة عندك طول العمر وما رح أتجوز لو إجاني 100 عريس. بس هيك بدك تحطيني تحت الأمر الواقع يعني. عمي أنا قلت لك كلامك على عيني وراسي، أنت هيك بدك وأنا هيك بدي، يا أنوار يا أما ما حدا. خديه تصطفلي منك إلو، بس عبير بتضل عندي. عمي لو كانت كبيرة مو مشكلة تضل عندك، بس عبير لساته صغيرة وبحاجة إلي، بعدين ما بتقدر تعيش بلاي. بس أنا ما بتحمل أنور يضل بوشي طول النهار بدل جابر. ما راح يضل بوشك، لأنه أول شرط إلي إنه يترك التهريب ويشتغل أي شغلة تانية. عملي يلي بدك ياه، طالما راح الغالي لا أسف على الرخيص. أهلا وسهلا، تفضل. ما راح يدلها هالحيوان أنور لحتى تعطيها؟ ما قدرت أمنعها، هي بدها ياه. شو بدها شاكر؟ على ما يبدو انك كبرت وما بقى لك كلمه. ما قدرت تمنع جابر وهي ضاع، وهي هلا ما لك قدران تمنع عفاف، راح تضيعها. جابر بعد ما راح ما بقى يهمني شيء، تاخذي اللي بدها اياه. وعبير عبير لساتها صغيره وبحاجه لامها. على كل انا وانت ما بقى لنا شيء الا عبير، دير بالك عليها. صحيح عبد الحميد وينه؟ طلع يشتغل لحاله غصبا عنك. إيش بدك بعقبه؟ ما في لزوم، خليه يعمل له مشكلة وبعدين أنا بحاسبه. فوت شرب قهوة. لا لا مستعجل، بس بدي منك 500,000. بعطيك يلي بدك اياه، بس عود شرب قهوة. قلت لك مستعجل، فوت جيب لي 500,000 ولا تأخر. ماشي. ردها يا ابني ردها، عفاف رح تجن. عمي الايام الجايه رح تنسيها. لك عم تهددني بدها تتزوج انور. شو عم تقول؟ انور الشيطان استغل وضعها وطلب ايدها وهي وافقت لانها مقهوره منك. ليه خليت تتزوجه؟ شو معنات غير انور؟ ردها لكان ردها، ما في شيء بيوقفها الا اذا رديتها. عفاف على كبير وما بتعملها. عاد حدا عقله كبير، كلنا جنينا. عبير كيفها؟ عبير؟ عبير لساتها صغيرة ومو فهمانة باللي داير حواليها. دير بالك عليها ولا تخليها توشي. يعني عم اذا تزوجت عفاف خلي عبير عندك. خسرت ابوها وبدك اياها تخسر امها كمان. خليها عندك ربيها، لا تخلي زوج امها يربيها. انت دير بالك على حالك ولا تهكل هم حدا. يلا شباب انتهت الزياره، يلا شوف خلصنا، يلا عمي مع السلامه. عمي لا بعملها، انا عقلي صغير وراح اعملها. ايه وشو قال لك كمان؟ ما قال لي شيء، سالني عن عبير. عن عبير؟ كثير بتهمه عبير، هو ما بيهمه غير حاله، من طول عمره ما بيفكر الا بحاله وبس، عايش عمره وهو طايش. يا عمي ضاع وضيعنا معه ببلاش، ما بيفكر الا بيومه، بعمره ما فكر لبكره. انا شو دخلني؟ ليش عم تعيطي علي؟ لانك انت السبب، انت اللي دللته من وقت اللي كان صغير، وانت بتلبي له كل اللي بده اياه.
حتى أمي الله يرحمها ما كانت تسترجي تحكي معه كلمة واحدة إذا عمل شيء. حتى لما كانت تشوفه عم يضربني ما تسترجي تفتح تمها لأنها كانت تخاف منك. وين رايح؟ شو بدك مني؟ اعملي يلي بدك يا حلي عني. ما قلت له يرجعني؟ قلت له. شو قال؟ ما قال شي. لا يقول شي. انا راح اخذ انور، راح اخذ انور وخليه